واحنا هنا وصلنا قدام بوابه التاريخ، بوابه احد اشهر المعالم اللي في العالم كله، وواحد من اهم معالم مصر، اهرامات الجيزه. طبعا بقى مفيش اي رحله للهرم تكتمل من غير ما تكون ركبت خيل. وهنا احنا واقفين قدام واحده من عجائب الدنيا السبعه، قدام الهرم الاكبر، هرم خوفو. كده بقى احنا جوه الهرم الاكبر، هرم خوفو. الهرم ده طبعا يعني معروف ان هو واحده من عجائب الدنيا السبعه. كده بقى احنا داخلين معبد الوادي، وهو المعبد اللي يعني مبني مع هرم الملك خفرع. هنا احنا في حرم تمثال ابو الهول، واللي يعتبر من اكبر واعظم التماثيل اللي موجودة في العالم كله. ان انت تكون بتلمس حجر يكون لمسه جدودك وكل اللي عاشوا في المكان هنا على مدار 7000 سنة اللي فاتوا، احساس برضو عظيم. تحس ان انت يعني فعلا فعلا في حضن التاريخ.